ده الاداء اللي كنا مستنيينه، هي دي الروح اللي احنا كنا مستنيينها، هو ده بنفس الاسلوب ده احنا لعبنا قدام منتخب المغرب في نهائي الامم الافريقيه. بعيدا تماما انا لازم اقدم اعتذار لان انا ما كنتش واثق ان احنا ممكن نعمل كده قدام اسبانيا بالمنتخب بتاعنا. حرفيا احنا فعلا بنكبر جوه كل بطوله، والله والله العظيم حرفيا بنكبر جوه كل بطوله. الماتش الاولاني تعادل، الماتش الثاني فوز بصعوبه، الماتش الثالث مباراه ولا امتع لمنتخب مصر، لا تقل يمكن تزيد على المباراه اللي حصلت ما بين منتخب مصر ومنتخب المغرب في نهائي كاس الامم الافريقيه اللي اتلعب للناشئين او لتحت 23 سنه. حرفيا انا والله فخور جدا 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 باللي قدمه المنتخب قدام اسبانيا. سيبك بقى من واحد يجي يطلع لي ويقول لي دلوقتي لا ده هو كان بيلعب بال11 الاحتياط، ماليش دعوه ماليش فيه، هو فريقه من حقه ينزل اي حد، انا ما قلتلوش نزل الاحتياط، بالعكس هو ظبط نفسه الشوط الثاني وبدا ينزل ناس من الاساسيين عشان يلحق نفسه عشان يتفادى مواجهه اليابان لو اليابان فازت، لان اليابان متصدره وانت هتقابل اليابان، واليابان حرفيا فريق مرعب. انا ما اعرفش انا هقابل مين، بس بنسبه كبيره جدا ممكن اقابل الاوروغواي او الاوروغواي، ممكن اقابل الاوروغواي. انا يكفيني شرفا ان انا تصدرت مجموعه كان فيها اسبانيا، يكفيني شرفا ان انا عملت مباراه قدام اسبانيا تحفه بامكانيات ما تزعلوش مني، احنا امكانياتنا متواضعه بالنسبه لباقي المنتخبات، لان ولادنا مش محترفين كلهم بره، كلهم جايين من الدوري، مفيش غير اتنين بس، يمكن واحد بس بقى اللي هو من خارج مصر اللي هو النني اللي هو بيلعب في الارسنال وما بيلعبش اصلا، ومع ذلك من احسن 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 اللعيبه في الثلاث مباريات اللي فاتوا. حرفيا لازم يتسقف له النني على الروح والقياده والاسلوب والحماس اللي بيلعبه. احمد سيد زيزو انتقدناه في الماتش اللي فات واللي قبله بس اثبت وجوده النهارده. ابراهيم عادل نجم المباراه بلا منازع، واكيد هو هيبقى نجم الماتش بدون اي منازع. ابراهيم عادل حرفيا حرفيا ملوش حل، لعيبه غيرها وغيرها وغيرها وغيرها، ناس كتير منهم انا حرفيا والله العظيم فخور بيهم، فخور ان هم بيلعبوا بالاسلوب ده، فخور ان هم وصلوا لحته ان احنا ما خفناش، مسكنا لعب، كان اول 10 دقائق الدنيا طايره مننا بس قدرنا ندخل في اجواء المباراه. انا زعلان على الهدف اللي جه فينا علشان كنا عايزين شباك نظيفه في الثلاث مباريات، بس مش مشكله، المهم ان الثلاث نقاط اتحطوا في جبنا، بقينا متصدرين المجموعه بسبع نقاط، ما عندناش غير هدف واحد بس، علينا هدف واحد، الحمد لله قدرنا ان احنا نسجل ثلاث اهداف، دي حاجه في حد ذاتها فخور والله العظيم انا فخور جدا فخور جدا. المدرب بسم الله ما شاء الله عرف يطلع من العناصر ومن الاشبال ومن الشباب دي حرفيا طاقه بتخرج في ماتشات معينه، هي دي الماتشات اللي احنا كنا مستنيينها ان هي تخرج فيها. برافو برافو والله العظيم برافو، حمزه علاء بسم الله ما شاء الله، الدفاع بسم الله ما شاء الله، كريم الدبيس بسم الله ما شاء الله، اللعيبه دي هي اللي احنا بنتكلم فيها، دي الروح اللي احنا بنتكلم فيها ونفسنا ان احنا نلاقيها لحد نهايه البطوله ايا كان اللي هنوصل له. ايا كان احنا كده كده بنلعب في ماتش في ماتش، يعني الماتش اللي جاي احنا ما نعرفش هنلعب مع مين، فهو تركيزنا كله على الماتش اللي جاي، احنا هدفنا ان احنا نشرف منتخب بلدنا. شكرا ليكم والله العظيم يا رجاله، وما تزعلوش مننا ان احنا ما عشمناش فيكم، لان احنا فعلا ما كناش عشمانين ان انت ممكن تفوز على اسبانيا، كان اقصى طموحنا ان انت ممكن تتعادل، لكن كون ان انت تعمل جيم على اسبانيا كانك بتعلمها درس ازاي تدافع وازاي تهاجم وازاي تخطف كور. واجمل جمله اتقالت من يوسف شيبو في الاستوديو التحليلي ان المنتخب المصري سواء على المستوى الاولمبي والمستوى الكبير بيعرف من اين تاكل الكتف، بيعرف ازاي يعرف يخطف المباريات هو والنادي الاهلي، ده الكلام اللي قاله يوسف شيبو واحييه على الكلام ده، لان حرفيا 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 المنتخب المصري اثبت في الشوط الاول والشوط الثاني ان المنتخب قادر ان هو ينافس ويوصل لبعيد قوي في البطوله. ايا كان مبروك لمنتخبنا الوطني، ويلا بينا علشان نحضر ماتش المغرب والعراق، وان شاء الله باذن الله اشوفكم الحلقه الجايه. السلام عليكم.